ثوم الباك حرفيا ألذ صوصات حدقوها. ما أوصف لكم حقيقة الطعم كيف طريقة الصوصات اللي بتقدميها مع الوصفات. شوفوا المنظر كيف وقوام الصوص. طبعا حسوي لكم كمان صوص الثوم مع 4 صوصات مختلفة. صوص الثوم ألذ من المطاعم، صوصات جدا مختلفة ومميزة. شوفوا الطريقة والفيديو كامل. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معاكم وجدان محمد. إذا أول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا تسووا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان كل فيديو جديد يوصلكم، وإذا عجبكم المقطع هذا لا تنسوا تسووا لي لايك. أكثر سؤال بيجيني وجدان، إيش الصوصات اللي بتستخدميها وكيف بتسويها؟ أعطينا طرق صوصات 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 صوصات. قررت أسوي لكم فيديو كامل عن الصوصات، وطبعاً الصوص الأساسي فيها حيكون صوص الثوم اللي آخر فيديو سويته في الانستجرام كان الشاورما. طبعاً الشاورما بدون صوص الثوم ما تنفع أبداً. طيب اليوم حسوي لكم صوص الثوم، وكمان حسوي لكم صوصات متنوعة تقدروا تختاروا اللي يعجبكم تستخدموها مع الساندويتشات، مع الشاورما، مع البطاطس، مع أشياء كثير. طيب إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تسووا لي لايك عشان استمر في الفيديوهات الجميلة زيكم. أول صوص حسوي ميكس صوص حار. أول شيء ححط مايونيز، تقريبا ححط 2 ملاعق. طبعا المقادير تختلف حسب كمية الصوص اللي تبغوا تسووها. بعدها ححط سيراتشا صوص، طبعا هو عبارة عن صوص حار حتلاقوه موجود في أي سوبر ماركت. تقريبا ححط 2 ملعقة. بعدها حضيف العسل، عسل 2 ملاعق صغيرة زي ما قلت لكم، المقادير حسب الكمية اللي حتسووها. وحنخلط المكونات مع بعض. طبعا العسل ليش حطيته؟ حيعطيله طعم حلاوة مع حموضة الصوص والمايونيز، حيوازن الطعم. خلطتهم كلهم مع بعض كويس، شوفوا كيف قوامهم، مرة القوام ممتاز. بعدها كده الصوص خلاص حيكون جاهز، ححطه على جنب. حبدأ أسوي الصوص الثاني اللي هو الصوص الأبيض. أول شيء حنحط سور كريم، ممكن تحطوا بدالها زبادي بس طبعا السور كريم افضل. هحط كمان مايونيز وحضيف ثوم بودرة وفلفل اسود مجروش، وحضيف كمان رشة ملح. هخلط المكونات كلها مع بعض لين ما تتجانس مع بعض. شوفوا كيف صار قوامها ثقيل شويتين. اذا انتوا تحبوه زي كذا خلاص خلوه زي كذا، تمام. اذا تحبوا انه ياخذ نكهه الليمون شويه ويكون اخف، حزود قطرات من الليمون، ما حتكثروا بس شويتين. بعدها حنخلط ونحطه على جنب. هنا عندي بصل اخضر، طبعا برضو البصل الاخضر اختياري، حقطعه مره صغير وبعدين حرجع افرمه تاني. ابغاه مره يكون ناعم عشان لو كان كبير ححس كذا، حتحسوا انه حيغير الطعم عليكم. كده لما يكون مفروم ناعم حيعطي نكهة للصوص بدون ما يظهر يعني في فمكم، يعني بدون ما تحس انه في بصل، فهمتوا كيف؟ نضيفه على الصوص وحخلط وكده حيكون جاهز الصوص. شايفين كيف قوامه؟ طبعا الصوص هذا مرة لذيذ وطعمه جدا مميز. حنبدأ نسوي الصوص الثالث. اول شيء ححط في صحن مايونيز، نفس الشيء 2 ملاعق كاتشب 2 ملعقة، وحكتب لكم المقادير كلها تحت. حنضيف خردل وحضيف ثوم باودر وحضيف كمان ملح وبابريكا. طبعا احس لو حطيت بابريكا مدخنة حتعطي نكهة ألذ. حخلط المكونات مع بعض وكده حيكون جاهز الصوص. ايش حسوي دحين؟ ححط مخلل خيار، حنحتاج حبة واحدة بس، حقطعها من النص وبعدين حقطعها زي كده وحنرجع نفرمها تاني مرة ناعم. بعد ما فرمتها ناعم زي كده شايفين كيف؟ نفس الشي حتكون مرة صغيرة وبعدين حنحطها على الصوص ونقلبها. اهم شي انكم تفرموا المخلل الخيار مرة ناعم بحيث انه يتجانس مع الصوص. شايفين كيف قوامه؟ وكده حيكون جاهز، ححطه على جنب. حنبدأ نسوي الصوص الثالث اللي هو الأصفر. أول شي ححط سور كريم. هنا في الصوص هذا ما حنكتر سور كريم بس شويتين. حضيف المايونيز وحنضيف خردل وحضيف عسل، وممكن تحط شوية ملح وثوم بودرة. حقلب المكونات مع بعض.
حيعطيكم لون كده مرة حلو، أصفر فاتح، حبيت اللون وطعمه لذيذ مرة. أحس هذا لذيذ مع البرجر جدا. كده حتكون جاهزة معانا 4 صوصات مختلفة يا جماعة، بنكهات مختلفة. حقيقي لما تاكلوا كل صوص حتحسوا باختلاف عن النوع الثاني. حبدأ أسوي صوص الثوم. أول شيء حنحط النشا، تمام؟ حضيف عليه موية بحرارة الغرفة. لازم تحطوا الموية بحرارة الغرفة، يعني لا تكون حارة ولا باردة. وحخلط النشا مع الموية عشان ما يكون في تكتلات لما نجي نحطه على النار. هحطه على النار وحقلب بشكل مستمر، عشان لو خليتوه لوحده كده مع نفسه حيتكتل عليكم، حتلاقوه اتكتل خربت الوصف. اهم نقطة انكم تقلبوا بشكل مستمر، كده حيكون قوامه. الحين خلاص حقفل النار واشيله من على النار، هحطه في صحن زي كده مفرود واخليه يبرد برا، حتخلوه كده على جنب يبرد مو في الثلاجة. بعدين بعد ما برد هحط في الخلاط، شوفوا كيف صار زي المهلبية. حضيف عليه مايونيز وحضيف عليه زيت نباتي تقريبا فنجان ونص زي الفنجان اللي استخدمته. لو كان فنجان اللي استخدمته أكبر هتحطه فنجان واحد. بعدين حضيف ثوم مهروس، حضيف عصير ليمون، رشة ملح، وحنخلطهم. شوفوا معايا كيف قوامه، ما شاء الله قوامه كريمي مرة، شايفين كيف؟ وثقيل في نفس الوقت. في ناس بتسوي صوص الثوم مرة بيكون خفيف، هذا لا، قوامه زي حق البيك ونفس الطعم. ابغاكم تجربوا حبة كده من ثوم البيك، وتجربوا حبة من اللي انتوا سويتوه، وتحكموا بنفسكم. انا اتحداكم انكم ما حتفرقوا في الطعم 100%. شوفوا كيف القوام ما شاء الله. كده حيكون جاهز صوص الثوم، ما اوصف لكم طعمه. خلاص حنبدأ نقدم الصوصات، مع 4 أنواع من الصوصات مع صوص الثوم. أول واحد اللي هو بالمخلل الخيار، والثاني الصوص الحار، وهنا صوص الثوم، والصوص الحلو حامض، وهذا آخر صوص اللي هو الصوص الأبيض. حتحسوا فيه طعم كده مميز، أبغاكم تجربوا أنتوا وتقولوا لي رأيكم، ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنت، وإيش أكثر صوص حبيتوه، إيش أكثر صوص طبقت حتطبقوه. أكثر صوص عجبني الصوص البرتقالي هذا، تمام، اللي هو ميكس حار، والصوص المخلل كده تحسوا برضو طعمه مرة لذيذ. الناس اللي تحب الصوصات اللي فيها شوية حلاوة جربوا هذا، حيناسب ذوقكم. كده الصوصات حتكون جاهزة معاكم، سويت لكم 4 أنواع كمان مع صوص الثوم. دحين شوفوا معاي المنظر، هذا الصوص خطير، فيه له مخلل خيار صغير، لا يفوتكم. الصوص هذا مرة حار، صوص الثوم ثوم البيك، هذا طعمه زي كده حامض على حالي، مرة مرة لذيذ. حتى لو ما تحبوا الخردل جربوه، أنا متأكدة حيعجبكم. طعم الخردل طبعا أبدا مو ظاهر، بس معطيله شوية حموضة. وهذا برضو مرة رهيب، أحس هذا ينفع مع الأسماك، الأشياء اللي زي كده السيفود، مرة يطلع رهيب. طبعا الصوصات ممكن تستخدموها مع اي شيء تبغوه، تحطها مع الساندويتش، ممكن مع الشاورما، مع اشياء كثيرة انتو ايش تحبوا تغمسوا معاها استخدموها، مع الشيبس، مع البطاطس اللي تحبوه. طبعا في وصفات كثير سويت معها الصوصات، ما نزلت لكم طريقتها، دحين جمعت كل الصوصات ونزلت لكم طريقتها.
ودحين اقدر اقول لكم حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة. لازم تجربوا وبالعافية. اكثر سؤال بتسألوني هو كيف بتسوي صوصاتك اللي بتقدميها مع الوصفات. اليوم جمعت لكم فيديو كامل فيه صوصات كاملة مع صوص الثوم بطريقة جدا سهلة وبسيطة. اتمنى انه يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا تسووا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد.